التجربه ديال الديو دائما كتكون تجربه اللي تري تري انتريسونط. بحال مثلا درت ديو مع حميد القصري، كتكتشف واحد الثقافه ديال القناوه، ديو مع الشاب خالد، العالم ديال الراي، خدمت مع رضوان اللي استفدت منه بزاف ديال الحوايج، مع مازاغون كانت تجربه طويله وعريضه اللي اكتشف فيها التراث المغربي والشعبي والعيوط وهذا، مع غونغا فايبس دخلنا الريغي مع الشعبي، بزاف ديال التجارب، مع ماهر زين، مع الفا بلوندي، مع اليس، هي كانت تجربه زوينه، لان اولا اليس سي ان بروفيل واحد اخر ديال لي زارتيست، ماشي بحال الفنانين اللي تعاملت معاهم اللي عندهم ديجا واحد لا نوتوريتي كبيره، هي فنانه اللي الله في البدايات ديالها وتبارك الله عليها كدير كتشق الطريق ديالها. هذه من جهه. الجهه الثانيه هو انه تجربه جديده عليا انا شخصيا، ما عمر غنيت بالفرنسي 100%، دونك قلت علاش لا، تجربه نشوفوا شنو غادي تكون، خصوصا وانه عندي فكره ديال البوم كله فرونسي اللي كتوجدوا قبل من هذا الديو. اختي والله العظيم على قبل الفيزا في البدايه مشيت، لان ولا صعيب علينا كفنانين ناخذوا غير رونديفو باش ندفع الفيزا باش نمشيو نديروا حفلات على برا، ولا مشكل، فما بالك بان عندي فرقه طويله وعريضه فيها 11 ديال الناس، ولينا كنلقاو مشاكل بزاف. دونك فكرت انني نمشي نستقر مؤقتا في فرنسا باش ندير الوراق كيف ما تنقولوا، ونحيد عليا هذا المشكل ديال الفيزا باش نبقى نخدم على خاطري. اي مني جا الكونفينمون حصلنا تمايا في كورونا، دونك اضطريت انني نبقى شهور متتاليه، وتما فين بديت كنستانس بالثقافه ولو عندي اصدقاء، بديت كنولف، اي تما فين قررت غادي نستقر واحد شويه، نقولوا 50-50 ما بين كازا وباري. لا هو في البدايه كان غرض شنو نسميه بروفيسيونيل، باش نمشي نحيد المشكل ديال التنقل بالنسبه لي انا كفنان، خاصني نسافر، ولكن من بعد بيان سور الله تيدير الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى ما كنتحكموش فيها. فعلا تلاقيت بواحد السيده وتفاهمنا وتزوجنا وصافي، هادشي اللي وقع. دونك دابا انا مستقر حتى عائليا في فرنسا. فرنسا بالعكس، هو كنظن التنوع ممكن الا يكون حاجه ايجابيه، لان كنفتحوا على جمهور جديد، الجمهور المغربي ذواق وكيفهم جميع الانماط الموسيقيه، جميع اللغات، تبارك الله المغاربه كيهضروا جميع اللغات، الدليل فاش كنكون في اون تورني مثلا في برا في كندا ولا في اوروبا ولا هذا، راه المغاربه فين ما مشينا كاينين كيهضروا بكاع اللغات، في لافريك مشينا الكاب فير، السنغال، موريتانيا، كاينين المغاربه، الكوت ديفوار كاينين، يعني المغاربه شعب منفتح واحد الدرجه كبيره، يعني مهما قدمتي ليه من اعمال ما سي با شوكون بور المغاربه انا نسمع واحد كيغني بالفرونسي ولا بالعربيه ولا بالانجلي ولا بالشينويه، حنا كنفتحين. دابا راه المسلسلات الكوريه عليها اقبال كبير في المغرب، يعني باش عارفين الانفتاح ديال المغاربه فين واصل، مشينا تل حدا كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه. انا بزاف ديال الفنانين كيحشموا يهضروا على هذا الموضوع هذا ديال زراعه الشعر، بالنسبه لي مساله عاديه زعما، خصوصا بالنسبه لواحد الشاب اللي كيبدا يطيح له شعره مثلا في 24-25 سنه، وكان لوكا ديالي انا باغ اكزومبل، ولو ما كانش عندي شي عقده ولا هذا، كتقول واكون غير كان عندي، من دازت سنين صراحه، انت ولات عندي 36 سنه، والصديق ديالي فنان بلا ما نذكر الاسم ديالو مشى دار زراعه الشعر، ومني جا كيعاود لي تيقول لي داكشي راه سي امبيكابل راه مزيان هذا خاصك ديرها انت فنان وباقي غتصور كليبات وهذا، ما تحمسش الفكره صراحه، ما تحمسش ليها بتاتا، ومع ذلك خديت معلومات من واحد لاكلينيك، عام من بعد بقاو كيتصلوا بيا بمده ديال سنه، وانا تنتهرب، دازت واحد السنه، من بعد ونقول لهم اوكي واخا انا غادي نجي، مشيت ودرت فعلا العمليه، وعمليه هي كتنجح 100%. ومني بنت بهذا اللوك جديد بزاف ديال لي فان عندي قرعين بحالي، تيدخل عندي تيقول لي عصام عافاك عطينا لي كوردوني ديال لاكلينيك، وليت خدام مع لاكلينيك. المهم هي مساله ايجابيه، لان الانسان الحاجه اللي غتفرحو وما فيهاش المعصيه ديال الله سبحانه وتعالى، اولا غادي ولا غيظلم فيها شي واحد، ما فيها حتى شي باس، يعني
تبدل اللوك ديالك تلبس لوينات ولا دير شابو ولا، ولكن مع زراعه الشعر الناس كيعرفوني بالشابو راه بقيت ندير الشابو. بالنسبه للجديد كاين اعمال كثيره، كاين اعمال مع مازاغون، كاين اعمال اون سولو، كاين دي برودكسيون اللي درت الفنانين اخرين كتابه وتلحين فرنسا، كاين يعني كاين الالبوم الكامل مع مازاغون اللي بدينا كنزلو، اغنيه الاولى تالين، الثانيه سميتها روينا قريبا ان شاء الله. يعني مع مازاغون كاين بزاف ديال الجديد، وكذلك اون سولو الالبوم الفرنسي تا هو غنبدا ننزلوه بالتدريج تا هو ابارتيغ من هذا الصيف هذا. لا ابدا ابدا ابدا، التمثيل صراحه كاين مغنيين تيعرفوا يمثلوا، كاين مغنيين ما تيعرفوش يمثلوا بحالي، انا ما تنعرفش نمثل، و يعني ما غنتكرفس على راسي ونتكرفس على الجمهور، لا ما بلاش خلينا خليك في صباغت هذا ما كان.